أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن انطلاق القافلة الثامنة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين. هذا وتتضمن القافلة أكثر من 106 قاطرات محملة بأكثر من 1805 أطنان من المواد الغذائية والأدوية وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية والخيام والملابس والبطاطين والمياه المعدنية، حيث شملت أكثر من 1571 طنا من المواد الغذائية ونحو 84 طنا من الأدوية وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية وعشرة أطنان من الخيام، بالإضافة لأكثر من 22 طنا من الملابس والبطاطين وأكثر من 120 طنا من المياه المعدنية. يشارك في القافلة كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثي لدولة فلسطين الشقيقة.